مباراه القرعه الامريكيه كان غادي يقراو ويشوفوا الفيديو وغادي يخدموا يعني صراحه لا على تعليقاتكم لا على كلامكم الزوين وكيني انا غير تعليق بكلمه بغيت انا الخير لكل واحد الله يسهل سعيد اللي عندنا اهداف ديالنا وعندنا طموحات وعندنا احلام وعندنا نوصل نضرب 4 شهور ولا 5 شهور ونوصل تقريبا 15000 يعني ابوني ولا اشتركوا ولا ديروا الجيم ولا حتى شي حاجه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة وفي حلقة خاصة من حلقات القرعة الأمريكية. فكما قلت إنها حلقة خاصة، ففي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بمكالمة هاتفية مع شخص مع أحد الفائزين بقرعة 2021، وهي أسرة تتكون من زوج وزوجة وابن، يعني سوف يحكون لنا تجربتهم من أول يعني مسيرتهم من يوم المقابلة وكذلك الفحص الطبي إلى وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو إن شاء الله مفيد للجميع، وأتمنى أن يعني الكل يشاهد الفيديو من الأول إلى النهاية لأنها تجربة حية ل يعني فائز من بين الفائزين 2021، وكذلك هي تجربة للإخوان والأخوات الذين هم بصدد إن شاء الله اجتياز المقابلة واجتياز الفحص الطبي وكذلك مغادرة التراب الوطني و يعني الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا لا أطيل عليكم، سوف يعني تكون حلقة حصرية ومباشرة مكالمة هاتفية مع الأخ إسماعيل. فإذا سوف أترككم مع يعني تجربة هذا الفائز وهو من قرعة 2021. إذا سوف نقوم باتصال بالسيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي إسماعيل، كيف الحال والأحوال؟ الله يحفظك أخي كامل، كل شيء مزيان الله يحفظك. يعني العائلة كل شيء بخير، المدام الوليد لاباس، العائلة كل شيء لاباس، كل شيء مزيان، كل شيء بخير الله يحفظك. لو وصلنا مزيان كل شيء بخير أخي كامل الله يحفظك. مرحبا بك، شكرا بزاف على الجهودات نتاعك وهذا الشيء اللي استفدنا منك في الفيديوهات نتاعك. مرحبا مرحبا سي إسماعيل، مرحبا بك أخويا. احنا من المتابعين للقناة نتاعك من الأول، يعني من قبل فاش نجحنا وحنا متابعين للقناة نتاعك. مرحبا ودي سي إسماعيل، أول حاجة كنبغي نهنئكم وكنبغي نقول لكم مرحبا وألف مرحبا بالمجيء ديالكم والوصول ديالكم بخير وعلى خير وبسلامة، وإن شاء الله هذه عاوتاني خطوة موالية من بعد ما ذاك الروتين ديال الإجراءات المقابلة والفحص الطبي وانتظار تأشيرة وانتظار طبع الفيزا وإلى آخره. دابا جات للمرحلة أنكم وصلتوا لأمريكا، ما بعد يعني الوصول لهاد الأمريكا وشنو هما الإجراءات والجرين كارت والسوشيال والبيرمي إلى آخره. مهم على أيا غادي نبدأ إن شاء الله من بعد. مرحبا بك في القناة كمال كمال مباشرة معكم، وتحاول وكنزيد نعاود نشكرك بزاف لأنت للمدام ديالك على يعني التتبع ديالكم وعلى المشاركة ديالكم، وأن أنت بالإرادة ديالك قلتي لي أخويا كمال بغيت نبارطاجي التجربة ديالي مع الإخوان حتى هما يستافدوا، لأن الحمد لله كاين الناس اللي ما عارفينش كاع هاد الإجراءات. مثلا كاين اللي عارف وكاين اللي كيبغي يزيد يتأكد وسيرتو، كاينين دابا الناس اللي هما مقبلين على مقابلة بالنسبة للقرعة 2022، فيعني غتكون لهم تجربة زوينة، غيعرفوا كيفاش كدوز المقابلة، غيعرفوا الفحص الطبي، غيعرفوا كيفاش قطعتي، كيفاش وصلتي لأمريكا، شنو هما الإجراءات اللي دوزتي في المطار لا تما في المغرب لا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. فإذا إخواني أخواتي غنحاول يعني نطرقوا لهاد النقاط كاملين مع الأخ والصديق الوفي السي إسماعيل. فمرحبا بك مرة أخرى في قناة كمال كمال، وكنشكرك بزاف. شكرا بزاف أخي كمال، ومرحبا في المشاهدين الكرام حتى هما، وباش ما يطيحوش في نفس المشاكل اللي طحنا فيهم حنايا. طحنا راه وقعنا مشاكل، أول حاجة وقع لنا مشكل تاع الاسم فاش نجحنا، وهذاك الشيء كان عندنا مشكل تاع الاسم فاش قيدنا في الاول، غلطنا داك السيد مول سيبير اللي عملنا في القرعه الامريكيه، غلط المدام تاعي حيت هي الابليكانت، غلط لها في الاسم كان نقص واحد الا، وهذا الشيء راه ما تيطرح حتى شي مشكل. صيفطنا لهم في لي زيميل في بواط ميل تاعنا
صيفطنا لهم وصحوا لنا المشكل، وفي القنصلية صحوا لنا المشكل. دونك اذا هذا عاوتاني، اذا الاخوان اللي وديما كنقول لهم في الفيديو راه ما كاين حتى شي مشكل، راه يمكن لكم تصلحوا، اللي ناقص ليه حرف ولا زاد ليه حرف ولا سميتو مركبه فيها شي تيري ولا شي حاجه، راه لا يشكل بتاتا المشكل. يمكن لك ديك الساعه تصيفط لهم ايميل هما يصلحوه لك، ولا كاع استعصى الامر نهار يوم المقابله ان شاء الله يمكن لك ديك الساعه تقول لهم اودي راه ان حيت كيكون الدي اس ديالك مفتوح عندهم تما، يمكن لك ديك الساعه يعاودوا يصلحوا لك ذاك المشكل، ما كاين حتى شي مشكل. اذا على بركه الله سي اسماعيل، اول تجربه ديالكم غنبداوها بيوم، يعني دوزتوا اول مره دوزتوا الفحص الطبي قبل من المقابله صح؟ لا، احنا دوزنا المقابلة عاد دوزنا الفحص الطبي، طيب جيد جدا، بحيث ما يعني لقيناش الموعد، بحيث اتصلنا بالدكتور عبد العزيز وبغات تشد معاهم رونديفو ما تيجاوبش التليفون. بدا اول حاجة بنادم فاش يجيه موعد نتاع القنصلية، اول حاجة يدير يتصل يشد موعد نتاع الطبيب، بحيث تلقاو فيه صعوبة في الاتصال مع دوك لي زاسيستونس نتاع تما، هادشي بحيث اللي كان مادام اتصلت بهم وقالوا لها ولي اتصلي بينا تيقرب لك الموعد، تيبقى لك شهر عاد ولي اتصلي بينا. فاش قرب شهر الموعد نتاع المقابله، شهر قبل من موعد المقابله، اتصلت بهم قالت لها ما عمرك اتصلتي بينا وهذاك الشيء، واحد كينسى ولقينا وحيت مشكل كيكون مشكل صراحة، هذه راه تنساو. بزاف ديال وبنادم الناس. دايما شو دايما يخلي واحد البروف انه يسجل المكالمات، اي حاجه وقعت يسجل باش يكون عنده دي بروف، باش لو وقع شي مشكل ولا شي حاجه يطرحوا للقنصليه. هذيك يا الساعه كل سي مره كان عندنا من مشكل. طبيعة الحال، من طبيعة الحال، وهذا الشيء راه ديما إلى الإخوان والأخوات اللي متبعيننا في القناة راه كنقولوها ديما، غير كتوصل بالموعد أول حاجة مثلا في كازا ولا في المغرب كاين جوج الأطباء ولا ثلاثة، كنعيط لهم ثلاثة بهم كما كنقولوا، اللي شدت ليا الأولى صافي كنشد الموعد وكنتهنى. أول إيطاب كيديرها الواحد غير كيتوصل بالموعد، من بعد غير كتوصل الموعد صافي. دابا أنت الحالة ديالك أنك دوزتي المقابلة، عاد من بعد دوزتي الطبيب صح؟ عدوز طبيب. إذا هنا انا إخواني أخواتي اسمح لي، كان عندي رونديفو نتاع القنصلية 27 شهر 8 21. فوالا دونك هنا الاخوان كيسولوا، الاغلبيه كيسولوا واش ماشي مشكل ندوز المقابله عاد ندوز الفحص الطبي. اذا ها هي تجربه حيه ديال الاخ اسماعيل، راه ماشي غير الاخ اسماعيل، بزاف الاخوان والاخوات يعني عندي ما يفيد دليل، وانا اصلا وجهتهم قلت لهم ماشي مشكل سير دوزوا المقابله، من بعد عاد سير دوزوا الفحص الطبي وعاد خذوا ذاك الملف ديوه للقنصليه. اذا اخويا اسماعيل لكن ولكن من ممكن الاحسن اخي كمال، اسمح لي قاطعتك، من الاحسن بنادم يدوز الملف الطبي باش ما يبقاش مشطون هذيك الملفات كلهم. ولكن شي بعض المرات ما كتتاحش هذه الفرصه، هذه كيكون الطبيب ما مشارجي تلقاش عامر، موعد، تيكونوا مشارجين اللي كيكونوا تيكونوا مشارجين يعني ما عندكش موعد، بديل حيت من غير ما تخدموش مع الطلعه الامريكيه، تخدموا مع ايوه كندا وتخدموا مع الناس في كندا، وتخدموا مع الناس نتاع الالتحاق ونتاع الزواج ايوه ونتاع انت الكيوان. فهمتي، باش يكون الاخوان والاخوات عارفين هذه المسائل، يعني الطبيب يعني عنده واحد ليفيكتيف، واحد يعني القدر ديال ولا عدد ديال الناس اللي غادي يستقبلهم في النهار ولا في ذاك الشهر ولا، فما يمكنش يديباسي يعني اكثر من ذاك العدد، وبالتالي هنا كيقول لهم راه ماشي حتى القنصليه راه عارفه هذا الامر انه ممكن تمشي تدوز المقابله عاد تمشي تدوز الفحص الطبي، وهذا لا يؤثر يعني كاين واحد شويه ديال الروتار، ماشي ما تاثير على الملف ديالك بتاتا ما كاينش، غير هو ديال لا شويه ما ديال الروتار، تيأثرش كاع ماشي الملف، بحال ما واحد تيأثرش. الشخص هي ماشي القنصلية حتى لما كنتش دوزتي ولا شي حاجة، القنصلية تتصل بك، القنصلية اتصلت بينا قالت لنا واش لقيتوا رونديفو نتاع الطبيب ولا ما لقيتوش، فهمتي؟ فوالا كانت باغية تتدخل هي. فوالا اذن ها هو واحد الحل عاوتاني، حتى القنصليه يعني كتساعد معاكم. اذن اخواني اخواتي ما زعما ما تبرزطوش ولا تقلقوا راسكم تقول لك لا انا حق راني خديت الرونديفو من المقابله واش غير عندي مشكل، لان هادشي تطرح عليا مرارا وتكرارا، الناس كيخافوا كيدخلهم هذا الخوف عندك ياثر عليا واش ما غيطبعوا ليا شو بتاتا. اخواني اخواتي ما كاينش المشكل نهائيا، يعني تمشيو دوزوا المقابله من بعد منها تمشي دوزو الملف الطبي وتردوا لهم الملف، كاين جوج طرق، يا اما تجيبوا لهم شخصيا الملف برجليكم للقنصليه، ولا تمشيو تصيفطوه في ارامكس وغادي يوصلهم للقنصليه. هذا الموضوع دابا نهضروا فيه في حنايا الفيديو ان جبناه شاء الله. بيدينا، حنايا ديناه بيدينا شو سميتو القنصليه القنصليه. بحال باش يسربيونا. اذا اخويا اسماعيل ممكن تحكي لنا الظروف ديال الفحص الطبي انت والمدام والوليد ومن بعد المقابله؟ بالنسبه للفحص الطبي تيطلبوا لك الباسبور والتصويره والتيست والكوفيد، تيست نيجاتيف ديال كوفيد، التيست نيجاتيف نتاع لا الفاكسا، الفاكسا واش واخد الفاكسا؟ يعني الفاكسا يكون عندك داك ضروري، جواز الفاكسا تلقيح. ضروري جواز التلقيح ضروري، زيد اصلا انت الكوفيد. الطبيب كيسول كيقول لك واش خديتي الفاكسا ولا لا؟ وي ايوه بالنسبه للملف الطبي، اللقاحات، الثمن تاع اللقاحات
حنايا عطاتنا نشري واحد اللقاحات، حنا ديجا كانت فينا بوشويكه وبوحمان هذاك الشيء واحد دوزنا كيسولك هذاك يقولك واش الشيء. دوزتي داكشي. اها خرجت لنا انا والمدام بجوجنا 565 درهم. اها والوليد ودابا الوليد لا ما عطاوش كاع ياخذ اللقاحات حيت شحال في عنده عمره؟ عامين، عامين ونص. تبارك الله تبارك الله، يحفظه لكم هاد السي اسماعيل. الله يحفظك، بارك الله فيك. اها فما من غداش، بعد والراديو الراديو تيخلصوا 220، خلصنا 220 درهم بجوجنا، هي 440. اها والدري لا، الدري تيعطيو واحد التحاليل، واحد التحاليل تاع 1200 درهم. الناس اللي اقل من 18 عام لتحت يدوزوا تحاليل تاع 1200 درهم. هادو كاع اقل من 18 عام. مقل من 18 عام لتحت، بحيث ما يمكنلهمش يديروا لهم راديو تاع السدر، اها فهمتي؟ والناس اللي عندهم من 18 عام ل 25 900 درهم تاع التحاليل. اها ومن فوق 25 والناس عام. اللي عندهم من 25 عام 25 عام للفوق 80 درهم باش دوزنا. هذا الشيء كان في ال 15 يوم التالي حنا باش دوزنا داكور تعفينا، من هاد الشحال هذه كانت 900 درهم، دابا ولات اي هي 80 درهم. هاي اكزاكتوم تنقصت عليهم، تنقصت عليهم 900 درهم الواحد. الواحد اكزاكتوم. وي اها ومن بعد الاسئله ديال الطبيب شنو سولكم فاش جبتي لهم داك التحاليل والاخر شنو قلبك انت احنا مثلا دوزنا، الطبيب احنا دوزنا بعد عند الطبيبه منيه براده، براده؟ داكور دوزنا عند براده، دينا لها التحاليل، شاف التحاليل المسائل كذا، قلباتنا تقليبه خفيفه، ما كاينش شنو الاسئله اللي كاين زعما سولتكم؟ الاسئله. ما سولتناش تقريبا، سولتنا واش تكمي واش دير شي حاجه وصافي، هادشي اللي كاين. لا انت لا واش المدام تكمي واش يعني. داكور اذا وشحال كان خلصتوا اجا الطبيبة؟ طبيب بيسار. طبيبه خلصنا 700 درهم الواحد الواحد، الواحد ثلاثه بينا 700 يعني التدريس. الولد 500، الولد الولد 500 500 فوالا، هادشي اللي 500 بغينا نفهمه. انا يعني اخواني 700 اخواتي 700 والوليد 500، فوالا، دونك بحيث اخواني اخواتي وقيله انتم ضربوا بحيث الحساب. جابوا له 500، وقيله بحيث ما ضربش الشوك، بحيث غالبا ما ضربش هذاك الشوك. داكور. اذا هذا الملف الطبي يعني بصفه عامه، يعني نهار واحد كافي انكم دوزتوا هذا الشيء سي اسماعيل ياك؟ نهار واحد وي تعطيك مشيتوا تمشي تشري. نهار واحد وي ولكن هذا بالنسبه للاخوان. التحاليل، ولكن بالنسبه للتحاليل تاع الدري جينا مع، كان عندنا رونديفو نهار الجمعه، مشى لنا السبت والحد، ثلاث اثنين قال لنا ثلاث ثلاث عاد يجدوا لك التحاليل. وكنا هذا بالنسبه للدري الابن ديالك. الدري الصغار، الدري الصغار ضروري 3 ايام 4 ايام عاد تيوجدوا لهم التحاليل باش يديروا حسابهم فين يسكنوا، تماك في كازا ولا شي حاجه. انا كنت ندير لا نافيت، كنت نمشي ونجي، هكاك داكور. اذا اخواني اخواتي اسمعوا مزيان، الله يجازيكم بخير. هذه يعني تجربه حيه ديال سي اسماعيل كيحكي لكم. هذا خصيصا علاش بغيت ندير هذه الحلقه، لان هي اسره تتكون من زوج وزوجه وابن، عاد كيبقى الحالات الاخرين ديال العزاب الى غير ذلك، لان الناس اللي عندهم الوليدات حتى هما خصنا نهضروا على هذا الموضوع باش يعرفوا. لان بزاف الاخوان سولوني عندهم الابناء وعندهم كيقول لك اودي واش حتى هو كيدوز تحاليل، واش حتى هو كيضرب الشوكات، واش حتى هو، واش حتى هو، واش حتى. اذا هذا تجربه حيه ديال سي اسماعيل ابن ديالو دوز قل من عامين. التحاليل، دوز التحاليل، خداو له 4 العينات نتاع التحاليل، دوزهم ب 1200 درهم باش يعقلوا الناس. داكور. اذا هما هادو راه كلشي مسجل الحمد لله، راني غادي معاك تعطي داكشي الاثمنه باش يعرفوا الاخوان الاخوات، لان الاغلبيه باش الناس يعرفوا القدره الاجماليه ولا الثمن الاجمالي باش كيتم الفحص الطبي. هانتوما شفتوا الحاله ديال السي اسماعيل، فدابا من بعد ان شاء الله الفحص الطبي جاك نهار المقابله. شنو هما خويا اسماعيل الوثائق اللي وجدتي وكيفاش حكينا التجربه ديالك كيفاش دوزتي المقابله من نهار مشيتي؟ المقابله خي المقابله اسهل حاجه، اسهل حاجه المقابله توقع، دازت تقريبا ما كاملاش 5 دقائق. ممكن تحكي ما لنا سولناش بزاف الوثائق بعدها لا. من فاش دخلتي؟ المهم فاش خلصتي وانت غادي؟ كاين تندوزهم واحد 4 ديال ليزيتاب نتاع السيكوريتي، تيقلبوك في الاول، تيطلب لك الباسبور وتيشوف واش عندك رونديفو، واش عندك رونديفو في ديك النهار ولا لا، هذاك السيكوريتي الاول. اها المهم تيقلبك تتحيد. المهم انا كان عندي الوليد خصني ندخل له الحليب، ما بغاش، حيد لي الحليب، حيد لي لا ما كنت يمكنش، ما دخلت حتى شي كوتي حاجه. ولا شي حاجه، ما دخلت حتى شي حاجه تماك. المهم دار لنا فضيحه بعدا، وكلوا بعدا مزيان ولادكم، وكلوهم وكذا داك الشيء حتى يكون الصف، ما تيغوتنا تماك في الصف وكذا، خصو الحليب حليب. ايوه المهم دزنا من تماك، خلينا هذاك الشيء تماك، الحناف في البوبيل تماك، تتلوحوا ما كاينش اللي يشد لك تماك، راه ما يبغيو يشدوا لك حتى شي لا حاجه، والو، السكري تقول ما يشدو حتى شي حاجه، كلشي ساكادو، واحد السيد كان جايب الساكادو نتاعو ما بقاش فين يحطو وكذا داك الشيء، انا عديت له الطوموبيل نتاعي وحطيته تماك.
المهم ما تدخل معاك حتى شي حاجه من غير الوراق، من غير داكور. الوراق هادشي اللي كاين. وتدوز بالسيكوريتي الاول، تدوزك السيكوريتي الثاني، من السيكوريتي الثاني عاوتاني تدوز للسيكوريتي الثالث، تدخل لباب القنصليه تقلبوك عاوتاني، تدوز في واحد لاباراي تتحط التليفون تاعك، تطفي التليفون تاعك وتحطه تماك، اي حاجه الكترونيك ما تدخلهاش معاك، بريكا ولا شي حاجه بحال هذاك الشيء، ولا شي حاجه ماضيه، ولا شي حاجه ما تدخل معاك حتى شي حاجه، تدخل معاك غير الوراق والفلوس صافي. دخلنا دزنا خلصنا الفيزا، خلصنا 3250 درهم الواحد الواحد. انت والزوجة والابن، احنا جاتنا 9750 درهم فوالا. ثلاثة لان بينا عاود هذا السؤال، الثالث. الاخوان كيقول لك واش تا الدريس غير غنخلصوا ليه؟ ديما كنقول تيخلص الاخوان والاخوات، لاي شخص عنده حامل لجواز سفر فهو يعني ملزم انه يخلص التاشيره ديال داك جواز السفر ديالو، يعني كل فرد من بعد خلصوا التاشيره زيد خلصنا 3250، تندوزو لواحد كيشي واحد اخر. كيشي هذاك الكيشي تيطلب لك الوثائق، اها تيبداو بلابليكنت اللي جاي فيها القرعه، ايوه لابليكنت تيبداو معاها، الباك، حسن السيره، عقد الزواج، السجل العدلي، وعقود صديق. مترجمين الاصليه وفوتوكوبي والترجمه صح، الاصليه والفوتوكوبي والترجمه. وتصاور هذيك الساعه هذيك الساعه تيرجعوا كتعطي لك سي اسماعيل اشنو رجعوا لك. واحد الملاحظه، وتصور كتعطيهم تصور كتعطيهم الكونفيرميشن دي اس ولا لا؟ الكونفيرميشن تاع الدي اس حتى هي طلبوها لنا، الكونفيرميشن تاع الدي اس وتصويره وحده. هاي لان داك احنا شدو منها غير تصويره وحده، كاين اللي شدو غير منها وحده جوج تصاور. غير وحده، لان كيسكانيوها وكيردوها لك. هي تيسكانيوها، احنا شدوها داكور، هذه بالنسبه للابليكنت. احنا ما رجعوهاش. وانت الابليكنت يا مثلا اللي معاها شنو الوثائق اللي خداو منك؟ الوثائق انا حسن السيره، حسن السيره وسجل العدلي وعقود الازدياد والبكالوريا والوليد كذلك. ديالك ما طلبوها لكش؟ لا لا ما طلبوليش الباك انا كاع، انا خصيصا سولتك هذا السؤال لانك ماشي ما ابليكنت. طلبوليش الباك وانا ديجا ما عنديش الباك اخي كمان. فوالا، اذا هنايا هادشي اللي بغيت نسولك، لانها هما طلبوا الابليكنت اللي فائز القرعه. يطلبوا وهنايا الابليكنت سؤال ديما كيتطرح عليا الاخوان، دابا اصلا غير بغاو غير يسجلوا، كاين اخوان واخوات كيسجلوني، اخويا انا الزوج ديالي ما عندوش البكالوريا ولكن انا كزوجه عندي البكالوريا، يمكن لي ندفع انا وديك الساعه نسجل معايا راجلي؟ كنقول لها بيان سور ممكن، والعكس صحيح، عاوتاني الراجل كيكون عنده البكالوريا والمراه ما عندهاش، يمكن ديك الساعه هو اللي يسجل، ولا كان فائز راه كيدي معاه مرته واولاده. فاذن هذا مثال حي، الابليكنت هو اللي كيطلبوا له شهاده البكالوريا، اما اللي غادي معاه الابليكت. راه الزوج او زوجه والابناء راه ما كيطلبوا لهمش شهاده البكالوريا. متفقين الاخوان؟ زيد اخويا اسماعيل، صافي. الوليد عقد ازدياد، عقد ازدياد اللي طلبوه، عقد ازدياد عقد ازدياد، لانه هو مازال صغير ما عنده لا سجل العدلي، ما عنده لا لاكارت، ما عنده لا شي حاجه غير من الباسبور، بعد عقد ازدياد. من بعد درنا البصمات نتاعنا، اها درنا هي البصمات نتاعنا دي دينا، الدري الصغير ما دارش البصمات. بيان سير، اها من بعد قالوا لنا سيروا تسنى على ما يعيطوا لكم. سولوكم واحد دقيقة، سولوكم باش من من بعد سولونا على اين لغة، اين لغة هاكا خصنا نهضروا بها. اها شنو سولونا على اللغة، طلبت طلبنا اللغة العربية. بجوجكم؟ بجوجنا طلبنا اللغة العربية اها من بعد صافي. هذيك الساعة جابوا لنا مترجم، بقينا تنتسناو النوبة نتاعنا باش ندوزو عند الضابط. ها ضابط الهجرة، ايوه صافي جات النوبة نتاعنا، مشينا بثلاثة، بداو بلابليكانت، بداو تيسولوها. دابا هنا هاد فين الأسئلة، تولي حاول دقق خالتنا؟ هاد الأسئلة، الله يعطيك الستر، سؤال بسؤال بسؤال. سولونا المدى، فوقاش خديتي الباك؟ فوقاش خديتي الباك؟ فوقاش خديتي الباك؟ متى حصلتي على الباك؟ أها سؤال ثاني. متى حصلتي على الباك؟ واش خدامه دابا ولا ما خداماش؟ قالت لهم ما خداماش. هل أنت تشتغلين الآن أم لا؟ سؤال ثاني، سؤال ثالث. وعند من غادي تمشي؟ وشكون هاد السيدة اللي تمشي عندها؟ من هو تمشي المستضيف؟ العائلة. من هو المستضيف؟ وصلة القرابة، وصلة القرابة، وفاش خدامة؟ صلة القرابة ديال المستضيف، وماذا يشتغل المستضيف؟ زين؟ وشنو اقول؟ صافي صافي. وشنو باغية ديري تماك؟ وماذا شنو باغية تريدين؟ ديري في امريكا؟ ايوا، وماذا تريدين ان تشتغلين في امريكا؟ هذه المهنة التي هنا كنت سولتكم في الفيديو السابق، ايفيتيو يعني تفادوا ان تجيبوا بي اريد ان الذهاب الى الدراسة او شيء من هذا القبيل، لا تجيبوا بي اريد ان ادرس في امريكا، لان القرعة ليست
نعم للدراسة في أمريكا، فهي يد عاملة خاصة هي باستخدام يد عاملة. الجواب اللي قالت لهم، الجواب بغيت نمشي تماك نخدم بعدا على ما نكتسب اللغه نتاعي، حيت سولنا واش تهضروا باللغه الانجليزيه، قلنا له شويه ما تهضرش بها بزاف تفهموها، مي باش نغيبوندي ولا شي حاجه شويه صعيب علينا. داكور، ايوا قال من لنا بعد ماشي مشكل. قال لها شنو غادي ديري تماك؟ قلت له غادي نحاول تماك، غادي نمشي نخدم في الاول على ما نكتسب اللغه نتاعي وعاد نقرا. طيب من بعد دازوا لعندي انا تيسول، شنو سولني قال لي فاش خدام، ما سولني على باك الاول. فوالا، سؤال السؤال الأول، قال لي ماذا تشتغل يعني الآن؟ ما هي مهنتك الآن؟ ماذا صح؟ تشتغل الان؟ سؤال وقلت له ثاني؟ فاش نشتغل، وقال لي حدد لي بالضبط فاش نشتغل. المهم انا تنهضر والمترجم تترجم، تيترجم له هو. داكور؟ وي قال لي حددت له فاش نخدم وهداك الشيء. قال لي شنو باغي دير تماك؟ قلت له انا باغي نخدم في اي خدمه من بعد، يعني ومن السؤال بعد الثاني هو ماذا تريد أن تشتغل في أمريكا؟ صح؟ ماذا تريد ان تشتغل؟ وقلت له من بعد نحاول. وقال لي تخدم في اي خدمه وصافي. قلت له من بعد غادي نحاول ندير شي بيزنس نتاعي تماك وصافي. صح. قال لي مزيان، قال لي من حلو. بعد سؤال موالي، وقال لي وحدد لي فاش قلت له البيزنس نتاعي، قال لي حدد لي شنو ديت في بيان البيزنس. سير، لان قلت له البيزنس هضرتي بصفة عامة، خصك تحدد له واش تجارة السيارات، واش تجارة المواد الغذائية، واش قلت له حاول غادي ندير شي حاجه نتاع الفود، شي حاجه نتاع الماكله، لي ريستورون، ايوه زيد اخويا اسماعيل. صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي سولنا. قلنا ديك الساعه من بعد، قلنا كلشي مزيان، وقلنا تجيبوا لنا الملف الطبي. قالوا وهذيك لكم، الساعة قالوا لكم نعطيك. فيزا مقبولة ولا شي حاجة هكا؟ سمعتوا شي ما حاجة؟ قالوا لناش ما قالوا لناش قالنا كل شيء مزيان، ما ده قالناش فيزا مقبولة. فوالا هادشي اللي بغيت من نأكد عليه، يعني المقدمة تجيكم. نتاعنا متشوش، باش قلت للناس من الأحسن الناس يدوزوا الملف الطبي هو الأول، يحاولوا يشدوا أي رونديفو مع أي طبيب. داكور، حيت أنا رونديفو نتاع الطبيب مشيت تال عندهم تال تماك، وصيفطت الناس باش يشدوا رونديفو بحال هكا ديريكت، ما تيبغيوش، لا ما والو، خص تيقبلوش. بالتليفون، خص بار تليفون. ضروري التليفون، دونك هذه هي الإجراء. والتليفون حنا كنا تنعيطوا حتى 100 خطره، حنا تنعيطوا تيشدنا التليفون، طيب دونك يعني هذه الناس خصهم ما يقنطوش، يبقاو يعيطوا ضروري يعيطوا يعيطوا تيشد التليفون. ديما هذه هي النصيحة ديال الإخوان، كنقول لهم ديما تبقاو يعني التليفون، التليفون تيشد لكم، لأن كيكون واحد الاكتظاظ كبير والناس كيعيطوا بزاف، فما يعني ما تبخلوش بهذا الآخر، ديما كل نهار تبقاو تعيطوا، كل ساعة كل دقيقة، وعيطوا ثلاثة الأشخاص يبقاو يعيطوا في دقة واحدة، ما كاين حتى شي مشكل. إذا السي إسماعيل، هذه الإجراءات ديال المقابلة، من بعد قال لكم تجيبوا لنا الفحص الطبي، عاد غيجيكم، عاد غتشوفوا في الستاتي ديالكم شنو هو، فغالبا في الستاتي غيبقى. سولتنا بعد باش ما ننسى، سولتنا واش مقيدين في ارامكس. شنو قلت لهم؟ قلت لها مقيدين، وحنا كنا مقيدين غلط في الارامكس، ما كناش مقيدين في يو اس. قالت يو اس ترافل دوت دوكيمون، هذا هو السيت اللي خصهم يتقيدوا فيه. حنا كنا مقيدين في ارامكس ديريكت، هذاك السيت نتاع حيت www.aramex.com. ما عطاتكمش واحد الورقة، واحد الورقة بيضاء ولا ورقة خضراء؟ لا ما عطاتهالناش، حيت حنا في سولاتنا قالت لنا واش مقيدين في ارامكس، قلنا لا مقيدين، وحنا كنا مقيدين في السيت غلط، داكور، فهمتي؟ عاد مشيتو تقيدتو السيت من غلط. جديد في السيت الصحيح. فاش بغينا نتقيدوا حنا في مشكل واحد اخر، فاش بغينا نتقيدوا في يو اس ترافل بوان دي كيمو، تتقيد بالمايل نتاعك. بالميل نتاعك، وي صح. اذا كان فاش كنا تندخلوا كان دايما تيدير لنا شنو سميتو انكور، ما تيدخلناش الميل، فهمتي؟ بدينا تنجربوا بزاف ديال الميل واحد اخرين نتاع الاخت نتاعي ونتاع الاخ ونتاع كذا، عاد ديك الساعه تقيدنا فيها. داكور، لقينا دونك مشكل في التقييد لان في في هادشي ارامكس الاراميكس. راه درت انا واحد الحلقه كيفيه التسجيل في ارامكس، راه كاينه يعني الاخوان دابا نحط الرابط ديالها في صندوق الوصف. اذا اخويا اسماعيل، هذه اجراءات ديال القرعه الامريكيه. من بعد ان شاء الله فاش مشيتي جبتي الفحص الطبي، هضرنا دابا عاوتاني من بعد فاش جبتي الفحص الطبي وكيفاش تلقيتي فيزا ايشود في فجبنا الفحص الطبي، شحال المده ما بين المقابله، الا سمحتي شحال المده ما بين المقابله وفاش مشيتي تجيب الفحص الطبي؟ يومين، 3 ايام، شحال؟ احنا دوزنا المقابله في لو 27، والفحص الطبي كان عندنا. احنا دوزنا المقابله في لو 27 ويت، والفحص الطبي دوزناه في لو 17 ناف. يعني مده، يعني راحت علينا 3 سيمانات. دوزنا مده طويله، وقلت لك كان عندنا صعوبات وكنا عايشين في ستريس، قلنا غادي تمشي علينا المده، حيت راك عارف القرعه تتسالى في 39. وي ايوا، فاش مشيتي جبتي شهر الفحص الطبي؟ 39.
دوزنا في 2017 وبالدري تيخرجوا التحاليل معطلين، دازوا لنا 4 ايام عاد باش خرجوا، بحال 17 كانت جايه في الجمعه، حتى لو 21 عاد كملنا الملف الطبي داكور. حتى 21/9، يعني ما بقالناش الوقت باش تسالى القرعه، فهمتي؟ دونك فاش جبتوا الفحص الطبي مشيتي جبتي الفحص الطبي ديتيه للقنصليه؟ مشيت ديريكت دوزتو القنصليه، تيعطيونا واحد الوقيته من 3 ل 4، ياك ايام 3 ل 4. هذا راه ديجا قلتها 3 ل 4 يمكن لك تمشي تديه فيديو، هذا الشيء اللي كنقولوا للاخوان والاخوات، راه قلتها لهم فيديوهات وحطيتها لهم في الجروب والى اخره، يعني احسن ما يصيفطوش من ارامك، سيديوه ديريكت بيديهم. اسمعوا الاخوان والاخوات، زيد اخويا اسماعيل ديتي حطيتي لهم من بعد دابا شحال فاش لقيتي ايشود الفيزا ايشود؟ ايشود لقيتها لا غدا ايشود، يعني فاش عطيتيهم الملف الطبي لا غدا لقيتيها ايشود؟ لا غدا، لا غدا لقينا ايشود. جيتو الارابيكس خديتو الفيزا ديالك وخديتو الباسبورات ديالكم؟ الارابيكس قلت لك المشكل اللي كان عندنا هو اننا ما كناش عارفين السيت فين كنا، شنو كان تيدير الباسبور؟ كان تيمشي من القنصليه الارابيكس تيوليو يرجعوه لنا. وتتعيط لنا القنصليه، في التليفون تتقول لنا الباسبورات نتاعكم صيفطناهم الارامكس ولاو رجعوا راكم ما مسجلينش. تنقول لها فاش نسجلوا؟ تتقول لي تسجلوا بارامكس، القنصليه ما عندوش حتى هو الفكره. داكور عاد وفاش نعيط لارامكس تنهضر معاهم تيقولوا لي خصك تسجل في us.dcom.travel، فهمتي؟ في هذاك السيت انا غادي نحط لكم الرابط ديال هذا ديال ارامكس كيفاش تسجلوا فيه، غنحط لكم في الوصف في صندوق الوصف اخواني اخواتي. اذا ان شاء الله عاوتاني دابا فاش خديتي ان شاء الله الفيزا ديالك فرحتين شتي بخير وعلى خير، جاك باش غادي تسافر. بعد الباسبور عند المدام والوليد كان جاو، والباسبور نتاعي انا ما جاش، فهمتي؟ ايوا وقيت على اعصابك حيت كل واحد تيتقيد بوحدو. كل واحد كيتقيد بوحدو، كل واحد تيتقيد بوحدو. وبقيتي كتقول الله يا كنت جيت من انا ساكن في مدينه فاس، جيت من فاس لكازا، جينا باش ناخذوا الباسبورات من ارامكس وما لقيتش الباسبور نتاعي، ولاو عيطوا لي، عيطت لي القنصليه وانا في ارامكس، عيطت لي قالت لي راه الباسبور نتاعك راه ولا رجع لنا، قلت لها واش يمكن نجي ناخذو دابا بلا ما نولي عاوتاني يرجع الارامكس، قالت لي قلت ثلاثه ومشيت خديته تماك من عندهم ديريكت. ايوا راك مرضي الوالدين، واخا راه كان دخل معك الزايد كتقول الله يا ربي الله كيفاش المدام جاوها انا ما جاوهاش. ما بقاليش الوقت، كان ما بقاليش الوقت وصافي. ماشي مشكل، ماشي مشكل اخويا اسماعيل، هانيئا لك. دابا خديتي الباسبورات لا انت لا المدام، جا الوقيته اللي غادي تسافر في المطار وتشد الطياره وتقطع البيي وتجي، حكي لنا الغياب عجاله كيفاش دازت الامور في المطار في المغرب وكيفاش وصلتوا هنايا. في المطار في المغرب، تيطلبوا لك الجواز نتاع اللقاح وتيطلبوا لك العنوان ديال المستضيف. الا سمحتي اخويا الباسبور نتاعك، الا سمحتي دقيقه، فوقتاش بالضبط قطعتي الله يعطيك السر؟ واش غير في هذا الشهر هذا؟ انا قطعت في لو 31 فاد لو 31 يعني 30 31 31 يعني عاد عاد يعني عاد فات ثالث شهر 10 عاد جيت دابا راني يلا عاد عندي 7 ايام دابا في امريكا. مرحبا بك اخويا. اذا هذه اخواني اخواتي يعني انتم شفتوا، حكي لنا عاودها من الاول الله يعطيك السر، شنو طلبوا لكم؟ طلبوا لنا الجواز نتاع اللقاح، جواز اللقاح بيان سور، الباسبور، نتاعك والبي لا هذاك ضروري. جواز تلقيح وجواز نتاع اللقاح والفاكس، جواز نتاع اللقاح والتيست نتاع كوفيد، يعني واخا ثلاثه بينا راه تدري صغير، واخا عندك جواز تلقيح اللقاح كيطلبوا لك التيست ديال كوفيد. تيطلبوا التيست نتاع الكوفيد، وحتى الولي حتى هو طلبوا له التيست نتاع الكوفيد، وعنده هو عامين. عنده عامين ونص يعني طلبوه لي. عامين ونص تيطلبوا الجواز، والدري ما تتخلصش عليه فاش تمشي تاخذ باش تدوز تيست، باش تدوز الفاكسان تيست، تيست نتاع كورونا. حنا خلصنا 400 درهم 400 درهم والدري غراتوي غراتوي. وصافي من 12 العام غراتوي، قبل من 12 العام غراتوي. داكور وصافي ودزتو بخير وعلى خير. صافي دزنا بخير على خير، تدوز الباكاج نتاعك، المهم لا هذوك اجراءات، راه كلشي عارفهم، ما خصكش تفوت 23 كيلو في الاخر في الـ في الـ في, الـ في الباك. جيتو بخير وعلى خير، وصلتو هنايا المطار، قلتي لي مطار نيويورك صح؟ نيويورك. دابا حكي لنا التجربه هذه فاش دخلتي، لان انتم اصحاب القرعه ضروري غدوزو من واحد الاجراءات بوحدكم، حكي لنا على التجربه هذه.
فاش نزلنا المهم نزلنا من الطيارة تدوز لواحد الكيشي تيكون فيه اللي دازوا أول خطرة غادي يدخلوا لأمريكا. لأمريكا. أول خطرة، وأصحاب الجنسية تيدوزوا في جهة بوحدهم، تتشد الصف تتقبزها بالجنسية تماك. المهم أنا جيت في النهار نتاع الهالوين، كانوا مفتوحين ثلاثة نتاع لي كيشي، كان الزحام شي شوية، كنا شادين الصف. المهم كان عندنا الدري الصغير تيشوفوا معاك، الدري الصغير تيبكي يدوز ولا شي حاجة، راه تيسبقوك أنت الأول. بيان سير. سبقونا حنا، المهم سبقونا حنايا، دزنا عند واحد الضابط، طلبنا الملف الطبي والباسبورات، صافي ماشي هادشي اللي طلبناه، ايوا وأكدنا على العنوان، سا قالنا واش هادشي اللي نفس بغيت نقول لكم. العنوان ولا تبدلوه. ايوا سولكم قال لكم واش تبدلوه ولا عيد. هنايا عاود واحد النقطه غنهضر عليها بغياب عجاله. الاخوان والاخوات المقبلين ان شاء الله لا 2021 ولا 22 ولا اللي المهم غادي يجيو، راه ممكن تبدلوا العنوان هنا في المطار. واخا ما بدلتيش في الدي اس وما بدلتيش يوم المقابله وجيتي حتى لهنا المطار، ممكن تبدل العنوان. راه كيسولك ما الضابط، كان حتى شي ما مشكل. كاين حتى شي مشكل. سولك اخويا اسماعيل على المستضيف، عاود سولك على السميه ديالو ولا التليفون ديالو. لا ما سولنيش على التليفون تاعو ولا السميه، عطاو قال لي عطيني غير العنوان وفين يجيوك الوثائق وصافي. صافي، ومن بعد عطاوك دورك الباسبور ورجيتي تخرج تهز الباكاج ديالك. صافي هذيك الساعه قال لي ويلكم تو امريكا. يا مرحبا بك، انا غنقول لك ويلكم تو امريكا، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق. وحنا راه الاشاره وديت اسماعيل، لا انت لا الزوجه ديالك لا الله الابن بارك الله ديالك. فيك، وشكرا بزاف على المجهودات اللي تدير معنا والوقت نتاعك اللي تضيعه علينا، مرحبا بكل فرح. انا والله وغادي الا يجي كان لك فرح هكا الفيزا الحمد لله، حسنا حتى ان شاء الله. نشوفوا الاخوان والاخوات كيجيو لهنايا وداز الامور ديالهم. يعني واخا كما قلت انت اخي اسماعيل، انا كما كنقولوا تكرفتي شي شويه وتعصبتي وتقلقتي ودخل لكم شي، ولكن النتيجه النهائيه هي الحمد لله انت وصلتي بخير وعلى خير. نقول لك واحد الحاجه اللي خص المشاهدين الكرام خصهم يركزوا عليها، هي اول حاجه هي اللغه. انا اتصدمت باللغه هنايا، اول حاجه العائق اللي تتلقاه هو اللغه. ايوا الحمد لله، راه الناس مرارا عندهم هاد لابسيغيود يمشيو يديروا السونتر الامريكان، يحاولوا يقراوا اللغه باش يفهموا هاد الناس هنا، سي باش ما اسماعيل انت يتشكلوش على الناس متتبع، الداخل. انت متتبع وفي القناه، شحال مره هضرت على اللغه، شحال مره قلت لهم هذا دائما النصيحه. تتهضر لنا على اللغه، دائما دائما. لان انا الحمد بحكم لله راه انني شفنا كنت انا المعين نتاع الاسره نتاعي والخدمه وهذاك الشيء، ما كنتش نلقى نتاع اللغه، ولكن ندمت عليها، كان عليا ما نضيع حتى شي دقيقه قبل ما نتعلم اللغه. الحمد لله دابا راه ما كاينش شي واحد ما عندوش الكونيكسيون في التليفون، غنبقى ندير غير الكيت في ودني، نبقى نسمع لي فيديو ونتصنت ونقرا، كل شيء كاين في الانترنت، ما نحتاج قاعد حتى ما بغيت نمشي لشي معهد ولا شي حاجه، راه نقرا غير اونلاين. يعني راه بزاف ديال الحوايج الواحد كيستغنى عليهم وكيسحاب له، راه غير خصني نمشي لذاك البلاد. ولكن ها انت يعني ها انت وصلتي للحقيقه وعرفتي اول شنو. حاجه شو هنايا اللغه، عندك اللغه والطوموبيل البيرمي، بنادم يكون طالق يديه في البيرمي ولا يكون يكون عنده المهم البيرمي كيعرف ولا يسوق، شي يكون حاجه. كيعرف يسوق، لان هنايا راه ضروري انت كتلقى الصعوبات تكومينيكي مع لي زامريكان هنا مع الناس، وتلقى الصعوبه في الترونسبور، لان هنا الترونسبور ماشي كاين ولكن قليل، هنا الاغلبيه شاري طوموبيلته. ما حكيتي لنا كانت التجربه ديالك من اتا الزيد، من الفحص الطبي، من المقابله، من المغادره التراب الوطني، الى الوصول الى مطار نيويورك، وبالتالي الوصول الى الولايات المتحده الامريكيه. فكان بغي نشكرك بزاف على إلى قبولك، البلاد يعني عم سام كما تقول أخي اي كمال. بلاد العم سام. فكان بغي نشكرك اول حاجه على التلبيه الدعوه ديالنا باش دير معنا هذا الحوار مباشره وتكون تجربه للاخوان والاخوات. فكنتمنى لك التوفيق، وانا دائما رهن الاشاره كما قلت لك في الاول ديال الفيديو، يعني هذه خطوه ثانيه يعني من بعد هذه الاجراءات ديال المقابله والقرعه والفحص الطبي الى اخره. فدابا هنايا غتبني عاوتاني مستقبلك جديد، مع في مجتمع جديد وفي يعني افكار جديده وبلاد جديده الى غير ذلك. فنحن دائما رهن الاشاره، اي حاجه وقفتي عليها رهن الاشاره، حتى الا ما عرفناش حنايا الحمد لله عندنا. شكرا اخي، شكرا لك اخي كمال، انت اللي تضيع وقتك معنا وعطيتينا بزاف، وتتعطي شي حاجه من القلب، تنحس شي من القلب، وتبعناك من الاول انت فاش جات فينا القرعه الامريكا، ومازال دابا متبعينك في الاجراءات في هنايا في امريكا، مازال تابعين اجراءات واحد اخرين مور الوصول لامريكا، وغادي نبقاو متبعينك ان شاء الله، ان شاء الله حياتنا كلها في مرحبا امريكا. مرحبا ليا ليا شكرا شرف ان بعد بزاف. نتلاقاك هنا في امريكا ونتلاقى كاع الاخوان الكرام اللي هنايا، واخا كل واحد في لا الولايه الحمد لله راه كل شيء ان شاء قريب الله، ان شاء الله هذيك الساعه نقدروا نطوروا راسنا ونديروا واحد الكوميونيتي نتاع ان شاء المغاربه اللي الله. عايشين في كاين داكشي امريكا، اللي دايرين، شي يبقى يعاون شي، بيان ما سور نكونوش بحال
حاليا تكون جالية قوية إن شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا الشيء حاليا راه كاين، والحمد لله كاين اخوان واخوات اللي كيتعاونوا وكيستقبلوا الناس وكيقفوا معاهم حتى كيقفوا على رجلهم كما إن كنقولوا، شاء الله والحياه تستمر ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا إن شاء الله راه الإشارة إن شاء الله نستقر إن شاء الله في المنزل تاعنا وفي العمل تاعنا، وديك الساعة اللي يحتاج شي حاجة مرحبا بارك به. الله فيك، شكرا جزيلا لك سي اسماعيل، وكنحييك تحيه تقدير واحترام ليك والزوجه والابن وجميع العائله، ومره واحده اخرى الف شكر والف شكر، الله يوفق الله شكرا يوفق. بارك الله فيك، شكرا لك انت ان شاء الله، مرحبا، شكرا لك يلا السلام وان شاء عليكم، الله لا يجعل هذا الشيء في ميزان الحسنات يا انت رب ان امين، شاء بارك الله. الله فيك، مرحبا، يلا السلام عليكم، تحياتي. بارك الله فيك. إذا إخواني أخواتي، كان هذا يعني موضوع هذه الحلقة اللي هو تجربة خاصة بأحد الفائزين قرعة 2021، ونتمنى يكون يعني فيديو مفيد، ونتمنى أنكم تكونوا يعني استوعبتوا جميع الأسئلة واللي تطرحوا، يعني التجربة غتشوفها من أتا زد كيفاش كي كدوز، خاصة الناس اللي عندهم يعني كيتكونوا من أسرة، زوج وزوجة وأبناء، فبالتالي تكون يعني تجربة مفيدة للجميع. إلى هنا كمال يحييكم، وكمال الكمال يعني يحييكم أيضا، إلى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.